كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وأكد سمو ترحيبه بالمبدعين الرياضيين في وطن اتخذ من الإبداع منهجا للعمل وأصبح أرضا خصبة تحتضن المبدعين. وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، بتكريم 6 من الرياضيين الإماراتيين الواعدين ضمن فئة الرياضي الناشئ المحلي صاحب النجاحات المتميزة.